الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع بحوث عمليات رقم 4، برمجة خطية المسألة التي لا حل لها، Operation Research Linear Programming The No Solution Problem. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم أحبتي حيثما كنتم. على بركة الله نبدأ. أذكركم بما استعرضنا في المقاطع الأربعة السابقة، طبعا هذا رقم 4 وهنا، لكن قدمت 4 مقاطع قبل هذا المقطع. أحد المقاطع احتوى على مثال بسيط، أما المقاطع الثلاث الأخرى فاحتوت الطريقة البيانية في الحل، هي Graphical Method في البرمجة الخطية. أول مسألة تعرضنا لها اللي مسألة الحل الفريد من نوعه Unique Optimal Solution، والمسألة الثانية اللي هي الحلول اللانهائية Infinite Solution، ومسألة المسألة الثالثة مسألة الحل غير المحدد Unbounded Solution. في هذا المقطع نستعرض المسألة التي لا حل لها، لا حل لها هنا. إذا إن شاء الله نتابع تحت هذا المسمى اللي هو أو هذا الهدف، وهو كيف الآن نتعامل مع مسألة لا حل لها. لنفترض بأن لدينا الدالة أو المعادلة الآتي والقيود المفروض عليها constraints، ونحتاج إلى تعظيم الدالة maximization of the objective function. هذه الآن الدالة، هذه الدالة z تساوي 6x زائد 3y. لاحظوا z تساوي 6x زائد 3y هو الدالة المستهدفة. st اللي هي subject to اللي هو خضوعا لهذين القيدين، القيد الأول بقول 2x زائد 2y أكبر من أو تساوي 12، والقيد الثاني 2x زائد 2y أقل من أو تساوي 4. يعني هذان قيدان غريبان، وعندي ما يسمى بالقيود غير السالبة اللي هو x وy يجب أن تكون أكبر من أو تساوي 0. إذا قيم إما بتكون 0 أقل شيء أو موجبة، لكن لا تأخذ قيم سالبة. أول خطوة، طبعا أذكركم بأن decision variables أو ما يسمى بالمتغيرات القرار هي X و Y في جميع الحالات. نتابع. أول خطوة تحويل، تحويل ماذا؟ تحويل القيدين، هذه اللام متساوية التي تقول بأن 2X زائد 2Y أكبر من أو تساوي 12 و 2X زائد 2Y أقل من أو تساوي 4، من حولهم إلى معادلتين عاديتين من هذا الشكل. هذا الobjective function يبقى كما هو. الآن هذا القيد اللي هو 2x زائد 2y أكبر من أو تساوي 12 أصبح الآن 2x زائد 2y يساوي 12، والقيد الثاني 2x زائد 2y أقل من أو تساوي 4 أصبح 2x زائد 2y تساوي 4، وبقي الآن ما يسمى بالقيود غير السالبة بقيت كما هي. الآن نريد أن نحل ما هي القيم التي تجعل هذه المعادلة صحيحة وهذه المعادلة صحيحة. فطبعا نحتاج إلى الحل اللي هو تحويلها الآن أو يعني تحويلها إلى معادلة خط مستقيم، وهي بقسمة هذا يعني كل طرف فيها، يعني الطرف الأيسر منقسمه 12 والطرف الأيمن منقسمه 12، وبالتالي تصبح الآن 2x مقسم 12 زائد 2y مقسم 12 تساوي 12 على 12، وهذه تصبح 2x مقسم على 4 زائد 2x مقسم على 4 تساوي 4 على 4. ويكون بالحالة هكذا، هذه المعادلة الأولى أصبحت 2x مقسم على 12 زائد 2y مقسم على 12 تساوي 12 على 12 تساوي 1 صحيح. والمعادلة الثانية 2x مقسم على 4 زائد 2y مقسم على 4 تساوي 4 على 4 تساوي 1 صحيح. الآن السؤال البسيط، ما هي القيم التي يجب أن تأخذ x وy حتى تكون المعادلة صحيحة؟ وهنا طبعا المعادلة الأولى والمعادلة الثانية، ما هي القيم التي يجب أن تأخذها X وتأخذها Y حتى تكون المعادلة صحيحة؟ نتابع. هنا الآن الحل، عندي أعيد يعني من حيث ابتدأنا، Z تساوي 6X زائد 3Y اللي هي الدالة المستهدفة، والقيد الأول 2X زائد 2Y أكبر من أو تساوي 12، هاي القيد الأول، القيد الثاني 2X زائد 2Y أقل من أو تساوي 4، والقيود غير السالبة اللي هي X و Y يجب أن تكون أكبر من صفر. منحولها إلى أن حولناها إلى معادلة، حولنا القيدين إلى معادلتين عاديتين. الحل الآن عندما قسمنا هذه المعادلة الأولى 2X على 12 زائد 2Y على 12 تساوي 1 صحيح، ما هي القيم الآن التي تجعل هذه
هذه المعادلة صحيحة، وكذلك الأمر بالنسبة للمعادلة الثانية 2x قسم على 4 زائد 2y مقسم على 4 تساوي 1 صحيح. فالسؤال أولا عن هذه المسألة، ما هي القيم التي يجب أن تأخذها x وتأخذها y حتى تكون هذه صحيحة؟ لاحظوا لي أحبتي، لو افترضنا بأن x تساوي صفرا، إذا كل هذا الكسر هذا يذهب صفرا، يبقى عند 2y مقسم على 12 تساوي 1. طب ما الذي يجعل 2y على 12 تساوي 1؟ إذن يجب أن تكون هذه 6. وكذلك الأمر إذا كانت y تساوي صفرا، 2x على 12 تساوي 1 صحيح، معناته يجب على x أن تكون 6. وبالتالي هذا السؤال أعيده، ما هي القيم التي تجعل المعادلة الأولى صحيحة والقيم التي تجعل المعادلة الثانية صحيحة؟ فهنا وجدنا الآن بالقلم ورقة أو بالنظر، يعني أريد أن أطلب منكم أن تدربوا عقولكم أدمغتكم على الحل النظري مرات، إلا إذا كنت غير متأكد فتستخدم قلم وورقة. فهذه لا يمكن أن تكون هذه المعادلة إلا إذا كانت صحيحة، هي إلا إذا كانت 6. وبالتالي هنا 2 في 6 بكون 12 زائد هذا، وبالتالي 6 بكون، إذا كانت هذه صفرا هذه صفرا، نستطيع بالنظر أن نتأكد بأن المعادلة الأولى لا يمكن أن تكون صحيحة إلا إذا كانت x تساوي 6 و y تساوي 6. كذلك الأمر هنا، لاحظوا لي، إذا كانت x تساوي صفرا لا يمكن 2y على 4 تساوي 1 صحيح إلا إذا كانت y تساوي 2، وإذا كانت y تساوي صفرا لا يمكن أن تكون صحيحة إلا إذا كانت x تساوي 2. وبالتالي هنا الحل للمعادلة الثانية x تساوي 2 y تساوي 2. إذن وجدنا الآن الأزواج المرتبة هنا 6 و0 0 و6 هون 2 و0 0 و2. نتابع الآن للحل بواسطة البياني، يعني التوضيح البياني. هنا الآن الحل البياني، هذه الآن ثاني مرة أضعها هنا حتى نتذكر بأن القيد الأول أكبر من أو تساوي 12، القيد الثاني أقل من أو تساوي 4. إذن هنا على المحور الأفقي X، على المحور العمودي Y، أوكي. فالمعادلة الأولى كما توصلنا إليها أنه 6 و6، لاحظوا هنا يعني يكون 6 وهنا 6، طبعا هنا 6 و0 هون 0 و6، لأن الإحداث هي أفقية عمودية، أفقية عمودية. فعند 6 و6 هذا القيد اللي هو قيد ألف، القيد الأول. أما القيد الثاني 2 و2 كما توصلنا قبل قليل، أرجع له أذكركم أحبتي، يعني سنأخذ بس نصف دقيقة. هذا الآن 6 و6 وأكس 2 و2، يعني معناته آخر، بمعنى آخر أنه الآن هذه 6 و0 وهنا 0 و6 هون 2 و0 هون 0 و2. فهذه الآن هنا على المحور الأفقي أكس، على المحور العمودي واي، هذا القيد الأول 6 و6، طبعا هنا 6 و0 هون 0 و6 هذا القيد ألف. أما القيد الثاني فهو 2 ب2، هنا 2 وهون 2، هنا 2 و0 هون 0 و2 هذا القيد باء. لاحظوا لي انه عندما ننظر الى اللامتساوية الاولى، القيد الاول انه 2x زائد 2y اكبر من او تساوي 12، معناته الاتجاه الى الاعلى بعيد عن نقطة الاصل، فعند الاتجاه باتجاه هذه الاسهم الزرقاء. اما القيد الثاني 2x زائد 2y اقل من او تساوي 4، اذا الضغط نحو الاسفل باتجاه نقطة الاصل. هذا معنى ذلك أنه لاحظوا لي هذا يذهب إلى اليمين وإلى الأعلى، وهذا يذهب إلى الأسفل وإلى اليسار. ما يعني ذلك أنه ليس هناك حل. إذن الآن بعدما نجد هنا بأن الحل هو، لاحظوا لي، بهذا الاتجاه هذا، أوكي، وهذا الحل بالاتجاه هذا، لاحظوا لي هنا بهذا الاتجاه هنا. ما يعني الآن هنا القيد الأول يذهب إلى الأعلى وإلى اليمين، وهذا القيد الآن يذهب إلى الأسفل إلى اليسار، بكون بالحالة هاي لا حل لهذه المسألة أبدا. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبتي جميعا. وإلى اللقاء إن شاء الله في بحوث عمليات رقم 5 بإذن الله، عندما ندخل في طريقة سيمبلكس بإذن الله تعالى، وعليها كثير من الأمثلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيثما كنتم.